المسائل. يعني ملف انا مش يعني النهارده انا مش هعيط باذن الله ان شاء الله، لانه ملف صعب وملف بيوجع ناس كتيره جدا في مصر، بقالنا سنوات وسنوات بنتحدث عنه، وفي اخر سنتين انا شخصيا والكثير من الزملاء هنا في قناه تان تي في عانينا بشكل مقرب من هذا الملف، ملف نزيف الاسفلت، او كما اسماء الراحل زميلنا هشام عبد الله والنهارده بتحل ذكرى وفاته الثانيه اسماء الثعبان الاسود، ده كان في اخر تقرير، التقرير الذي اودى بحياته، ولا زلنا لحد النهارده ولحد اللحظه دي ولحد من شويه بنعلن في اخبارنا عن اخبار النزيف، نزيف الاسفلت. يعني النهارده 5 مواطنين لقوا مصرعهم، 27 اخرين ايضا لقوا مصرعهم امبارح. عندنا عدد كبير، يعني امبارح كان اصطدام القطار رقم 80 المتجه من القاهرة لأسوان، اصطدم في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، وفقا للتحقيقات اصطدم بحجر خرساني معرفش كان بيعمل ايه على شريط السكة الحديد، وده تسبب في انقلاب 4 عربات من القطار. لجنة النقل في مجلس النواب عملت لجنة خاصة من 6 نواب برلمانيين أعضاء باللجنة عشان يتابعوا حادث خروج القطار. النهاردة 6 مواطنين لقوا مصرعهم و8 آخرين مصابين، ده في حادث مروري بطريق مصر اسماعيليه الصحراوي، عدد من السيارات اصطدموا ببعض في نفق العبور باتجاه محور سعد الدين الشاذلي في طريق مصر اسماعيليه، ووزاره الصحه اعلنت بانه جميع الاصابات حالتها الصحيه مستقره بيخضعوا الاشعه والتحاليل، ما عدا حالتين حاله صحيه خطيره والثانيه عندها نزيف داخلي بالبطن، ده خضعت ايضا لعمليه جراحيه. من شهر تقريبا تحدثنا ايضا عن نفس المشكله، وهي ايضا مشكله بان كان هناك ايضا حادث اخر، وقتها تدخل الاسعاف والحمايه المدنيه واضطروا ان هم يجيبوا منشار كهربائي عشان يخرجوا الجثث من هذا الطريق. ايضا في حمله كبيره جدا والعديد من وسائل الاعلام تحدثت عنها، هي حمله على مواقع السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات من المواطنين بالمعنيين، للمعنيين عفوا وللتنفيذيين حتى يضبطوا حركه النقل على الطريق، والحديث ليس فقط على يعني داخل المحافظات حيث يعني يتم تفعيل هذه القوانين او هذه القرارات الجديده، ولكن ايضا احنا بقينا عايشين ما بين محافظه وثلاث محافظات القاهرة الكبرى، يعني بنركب الطريق الدائري وبنعاني من التريلات اللي ماشية ومن النقل اللي ماشي، بنركب الكباري وبنركب المحور وبنعاني أيضا من الميكروباصات، بنركب برضو الطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، بنركب برضو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، المدارس اللي موجودة على هذه الطرق السريعة، كل ده بيعاني منه أولياء الأمور. وأنا بعد سنتين النهاردة في نفس اليوم اللي توفى فيه الزميل هشام عبد الله رحمة الله عليه لازلنا نعاني من نفس المشكلة، والتنفيذيون لم يتحركوا بعد، أو على الأقل لم يجدوا حل فعال لإنهاء نزيف الأسفلت. مصر هي رقم واحد في المنطقة العربية فيما يخص الوفيات السنوية بسبب حوادث الطرق، وهي رقم تقريبا من سنتين هشام عبد الله في آخر تقرير عمله كان رقم 11، مصر موجودة في العالم بسبب حوادث الطرق. دلوقتي العديد لدينا العديد من الخبراء حول العالم المصريين من أبناء مصر بيساعدوا كل هذه الدول التي تسمى بالمتقدمة سواء كانت في أوروبا أو في دول أخرى، يساعدوها حتى تسيطر على الطرق، واحنا مش قادرين نستعين بيهم، وكل ما تحدث به محافظة القاهرة هتعيد تفعيل القرار لديها بعدم مشي بالفعل يعني عدم سير النقل من ساعات معينة، ومع ذلك لا يتم تفعيله. طب ماذا عن الطرق السريعة وهي لا تخضع للمحافظات؟ نحن نعلم ذلك، لمن تخضع هذه الطرق ومن الذي يسيطر عليها؟ يعني كنا شايفين كمان على موقع التواصل الاجتماعي انه مهندسة مصرية هي التي حلت مشكلة الطرق ومشكلة النقل في تورونتو في كندا، فأظن ان احنا لدينا من الخبرة والخبراء ايضا اللي يتمكنوا من مساعدتنا لانهاء هذا النزيف. مش معقولة في اقل من 24 ساعة بنتحدث عن 33 قتيل واصابات خطيرة ضمن المصابين، مين في الاخر يعني بيخلي باله من الناس دي؟ هل بجد بقى دم المصري كده والناس والانسان بقى مش في مصر بس بقى رخيص قوي كده؟ ان بعد سنتين النهارده بنتكلم على زميل هنا كان بيبلغ من العمر 29 سنه فقد حياته بسبب حادث على طريق مصر السويس، في الاخر برضه بسبب ان التريلا دخلت في الميكروباص فمات
هشام بعد 9 أيام أو 8 أيام تقريبا، في أيضا كان موجود في العناية المركزة. ده بيلقي الضوء كمان بأنه عندنا مشكلة إلى حد ما أو إذا ما كانت كبيرة تدهور في قطاع الصحة، هذا القطاع الذي يعاني من خاصة فيما يخص الطوارئ. أما كان هشام ميت أو يعني كان بيموت على مداخل ومشارف السويس، ملقاش طوارئ تستوعبه، ملقاش إسعاف سريع تستوعبه. صحيح أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف من ساعتها ولحد النهاردة عمل اختلاف، أنا يجب أن أقوله لأن أنا متابعة بشكل يعني قريب لهذا الملف لأنه بيمسني وبيمس كل أسرة تان تي في، بس برضو في الآخر مش كافي، محتاجين إن احنا يكون عندنا مستشفيات طوارئ، محتاجين إن احنا يكون عندنا تعامل سريع، محتاجين إن احنا يكون عندنا تفعيل للأمن والأمان على الطريق، مش بس إنه هتهم سواقين النقل والتريلات بأنهم ممكن يكونوا بيتعاطوا مخدرات إلى ما ذلك. لا، أنا مش هتكلم في ده، أنا هتكلم إنه حالة الطرق عندنا عاملة إزاي، هتكلم إنه في توقيتات معينة يجب أن تضبط، هتكلم إنه مفيش بلد في العالم شفت فيها النقل بيمشي على الشمال مفروض النقل بيمشي على اليمين، ما شفتش كمية الغرز زي ما احنا بنقول يعني في الشارع المصري من الميكروباصات، من الناس اللي بتتسابق على الطريق، من عدم وجود أيضا كباري لمرور المشاة. أنا بشكر أيضا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي عاملاها في طريق مصر إسماعيلية، والناس اللي بتعدي من المدارس من الناحية للناحية التانية ومن الجامعات من ناحية ناحية تانية للطريق، بس عندنا طرق كثيرة جدا بهذا الشكل، وأيضا في أماكن أكثر يعني إهمالا من طريق زي طريق مصر إسماعيلية، طريق السويس لسه شغالين عليه بقالنا كتير، بنتمنى انه ينتهي هذا الاهمال وينتهي هذا النزيف يعني. وانا بطلب من الناس ان هي تدعي لهشام مرة تانية النهاردة ذكرى وفاة هشام عبدالله الثانية، بنتمنى ان هو يكون يعني في مكان افضل. في الاخر احنا فقدناه والكثير من المصريين يفقدون بشكل يومي ايضا ابنائهم، بنتمنى لهم جميعا الصبر والسلوان وبندعي لهم، وايضا بندعي للتنفيذيين ان هم يستطيعوا أن يجدوا حل سريع لهذه المشكلة.